وهذا سائل يقول: ما تفسير قوله تعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله؟ وهل نعم هذا في يوم القيامة الكفار والمذنبون يتحسرون إذا رأوا العذاب ورأوا العقوبة، علموا أنهم فرطوا في حياتهم في الدنيا وأنهم ضيعوا أعمارهم في المعاصي والأعمال السيئة، فيتحسرون عند ذلك ولا ينفعهم التحسر.